السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ الطريق كان حلو؟ كله منوفية النهاردة ولا في ناس جاي محافظات تانية؟ منوفية؟ انا مشوار كان طويل اوي. القاهرة ولا ايه؟ سادات اهلا بك. برضو؟ اوكي. انا اسمي عنان البصيلي. هتكلم معاكم النهارده عن توك يعني بيدور حوالين الشغف وازاي الشغف خلاني اوصل لحاجات كتير، منها ان انا بقيت سفيره لثلاث جامعات، وغير كده وصلت لبوزيشنز كتيره تانيه. Purpose fuels passion. وانا في ثالثه اعدادي كنت من اوائل المنطقه التعليميه، وساعتها كان كل الاوائل بتوع المنطقه التعليميه بيروحوا ياخدوا كورسات تبع وزاره التعليم. كانت الكورسات منقسمه لثلاث حاجات: لغات وكمبيوتر وتنميه بشريه. بحكم ان انا من وانا صغيره كانوا اهلي دايما معتمدين ان هو انت لازم تبقي شاطره في الكمبيوتر واللغات، لان ده اساس اي شغل او اساس اي يعني مهنه بعد كده انت هتكمليها. فقلت طب واي نوت لما اجرب حاجه مختلفه واجرب حاجه جديده اللي هي التنميه البشريه. كل المعلومات اللي كانت عندي على التنميه البشريه كان ابراهيم الفقي والفيديوز اللي هي التحفيزيه اللي بتحفز اي حد على اليوتيوب. قلت هدخل تنميه بشريه. اخذت كورس كان مدته 8 اسابيع، كل يوم كنت بنزل. بعد ما خلصت الكورس وانا بستلم الشهاده، المدرب التنميه البشريه قال لي: عنان انت هتبقي بزنس وومن رائعه. فقلت له: لا بس انا عايزه ابقى دكتوره. راح قال لي: انا بقول لك انت هتبقي بزنس وومن رائعه. قلت له: بس انا عايزه طب، مش عايزه تجاره او اي فيلد تاني. قال لي: الايام بيننا. المهم الايام مشيت، وكنت كل تصرفاتي عكس الفيلد اللي انا عاوزه ادخله، يعني عكس طب. انا بنزل اعمل انشطه، بشارك في مسابقات، بروح ورش عمل، بمسك منصب وتاني وتالت، يعني مش حياة واحدة عايزة طب خالص، حياة واحدة متفتحة جدا عن المجتمع. جت ثانوية عامة وكنت بذاكر يعني 24 ساعة في اليوم، مش يعني كنت ممكن أفضل بالأسابيع بذاكر، لدرجة إن الناس بقت قبل النتيجة ما تطلع عنان من أوائل الجمهورية. جت النتيجة والحمد لله ربنا اختبرني وكرمني، وما جاش مجموع طب، جه مجموع حاجة تانية اللي هي يعني كان أي كلية غير طب. فبدات ادور طب لو انا مش هدخل طب ادخل المجال بقى اللي انا ممكن ابقى ظاهره فيه، اللي انا بشتغل عليه من وانا في ثالثه اعدادي بقالي 8 سنين. بدات ادور منح وبدات اشوف جامعات خاصه. كل الجامعات الخاصه اللي كنت بقدم فيها ما كانش في حاجه بتقبل، يعني لا اعلام ولا ألسن، كنت دايما بتقبل في تجاره. وقتها ايقنت ان ده رساله من ربنا كبيره، ان هو ده المكان فعلا اللي انا هكمل فيه، وهو ده المكان اللي انا هكون ناجحه فيه. ما دام بتجاره بتجاره بقى، يبقى عين شمس اولى بيا، يعني مش لازم اروح ادخل جامعه خاصه وادفع دم قلبي. دخلت تجاره عين شمس، اتقابلت في السكشن الانجليش. وانا بقدم كان في ساعتها زي اعلان بيقولوا في منحه نازله في جامعه عين شمس، انك بتدرس في ثلاث جامعات، منهم جامعتين في امريكا في ولايه نيوجيرسي، واحده كليه للتعليم المفتوح اسمها اوشن كاونتي كوليدج، والثانيه كين يونيفرستي في ولايه نيوجيرسي. طبعا انا انبهرت جدا، ده انا عايزه اسافر ماليزيا والورق ما بيخلص، عايزه اعمل كذا والورق ما بيخلص. طب خلاص اوكي، انا ده رساله ثانيه من ربنا، قدمي. قدمت قبل الدراسه باسبوع، وكنت اخر واحده في التقديمات، ان انا عرفت متاخر. والحمد لله هم كانوا عاملين زي نسبة ان هم بياخدوا اول 50 واحد، كنت انا منهم واتقابلت في البرنامج. ومن هنا بقى بدأت حياة مختلفة خالص. اوكي، دخلت الكلية. طبعا سيستم مختلف خالص، ان انا بدرس جامعتين، منهم جامعتين اونلاين، يعني انا دراستي كلها عن طريق الكمبيوتر، وجامعة تانية انا بحضر زي اي طالب. عين شمس بحضر باخد مواد اللي بياخدوها انجلش، محاضرات الصبح عادي جدا، اكزامز نورمالي، كويز ميد تيرم فاينل. بروح بالليل اقعد على الكمبيوتر، افتح دنيا مختلفه خالص، سيلف اي ليرنينج ستدي، بتذاكر لوحدك، انت مش معاك بروفيسور، مش معاك اي حاجه، كل الماتيريال محطوطه لك، وانت بتدخل تسيرش وتجوجل
وبعد كده تعمل المطلوب منك سواء في discussion مناقشة بينك وبين زمايلك أو quiz أو assignment. فكان إنك تقدر تأدبت بين ال two systems دول وإنك تقدر تواكب أو زي تقدر تنظم وقتك بين الجامعة الصبح وجامعتين بالليل ده كان شيء صعب جدا. مهم أنا دايما كنت متعودة إن كان أي نجاح حوصله هيبقى فيه تحدي يا إما ماشي جنبي يا إما بيبقى أعلى مني، بس كنت أنا دايما بحب أخليه ماشي جنبي لأن إحنا الاثنين لازم هنفضل في الطريق مع بعض، هو يشدني وأنا أشده لحد ما نشوف مين فينا اللي هينجح. دخلت الجامعة أول يوم هناخد كورس إيه النهاردة، أول مادتين Psychology Computer Science. طيب هو أنا هاخد الكلام ده ليه؟ قالوا لي هو ده المقرر عليكي، نبعت إيميلات للجامعة برة، هو ده المواد المفروض تدرس لأي طالب أمريكي، وإنتي طالبة في جامعة أمريكية فإنتي لازم تاخدي المواد دي، it's obligatory. أوكي ماشي مفيش مشكلة. بدأت وكنت برضو حاسة أن أنا تايهة، يعني أنا في صحراء معيش حد يقولي اعملي إيه وما تعمليش إيه، وكلنا ممكن نكون شاطرين في اللغات بس مش شاطرين في المواد العلمية وبالكم ده، يعني هو كان كل مادة علمية كانت بيور ساينس قوي. المهم دخلنا وقلنا خلاص تحدي بتحدي، ما لقيناش اصلا اول سنة اي حاجة ليها علاقة بالتجارة، يعني ما فيش اي مادة. فين المحاسبة؟ طيب فين الاقتصاد؟ اللي هو انا وصحابي حسينا فجأة كده اللي هو ايه متيسرة ان شاء الله متيسرة. بدأنا وكان بقى من هنا التحدي، في تحديات كبيرة طبعا جوه الجامعة وداخل الجامعة. اول حاجه التحديات كان داخل الجامعه وخارج الجامعه. داخل الجامعه خلينا نبدا قصدي بخارج الجامعه. خارج الجامعه زي ان مثلا الناس بتحبطك، ناس تقول لك طب وانت هتعملي ايه بثلاث شهادات ما انت في الاخر تجاره، انت هتقعدي كل ده في البيت، يعني انت هتسافري امريكا، يعني ايه تعليم اونلاين، يعني ايه بتدرسي ومحدش معاكي، كلام كله محبط يعني مش كونستراكتيف خالص، بالعكس ناس بتحبط فيك. بس انا الحمد لله كنت متعوده ان هو دايما انا ايه خلاص انا هقفل وداني عن الناس دي وهكمل في طريق اللي انا ماشيه فيه، لاني كنت بنتقد من وانا صغيره جدا، يعني انت عايزه طب وبتعملي كذا وانا برضو انا عايزه اللي انا بعمله ده انا لاقيه نفسي فيه، فما كنتش دايما راي الناس ما كانش مهم جدا بالنسبه لي، ما دام في امي واهلي وشويه صحاب كده بسندني كنت بكمل. داخل الجامعه بقى كان في حاجات كتيره جدا، منهم الاثكس، بره في امريكا في ethics وحاجات احنا مفروض نبقى عارفينها واحنا بنتعامل مع الدكاتره، زي الاداب العامه احنا كنا ممكن نبعت ايميل لدكتور informal slang words زي مثلا I wanna I gonna، وده كان ممكن اترفض فيه او غيري من صحابي يترفض فيه لمجرد ان انت لازم تتعامل بالproper formal English مش English بس. ده example من examples الحاجات الكتير اللي قعدنا فيها اول سنه بنتعلمها. الريسيرش، ما ينفعش تدخل تعمل ريسيرش من غير ما توثق معلوماتك، من غير ما تقول مين اللي قال الكلام ده. الموضوع مش سبهلله، مش انك تدخل تعمل ريسيرش وتجيب لي كونتاكت وتقول هو ده الريسيرش وانا اديك درجه. كلنا عملنا كده الدفعه 50 واحد كلنا خدنا زيرو، البروفيسور بتاعنا بروفيسور في هارفارد نقصنا كلنا وقال لنا كلكم هتترفضوا من الجامعه. وعقبال ما بدأنا ان احنا نتواصل معاه ونقول له يا دكتور احنا ما كناش نعرف ان في حاجه اسمها بلجيريزم وان احنا لازم يبقى في دوكيومنتيشن، اخذنا يعني وقت طويل جدا وهو كان مصمم وليه الصلاحيه الصراحه. بس بعد كده بدأت اشوف المنهج الاكاديمي، لقيت نفسي زي ما بقول لكم بدرس سايكولوجي، بدرس فيزيكس، بدرس ماثماتكس كومبلكس ماث، بدرس ايكونومكس، مواد كلها تبان ان هي not related to the business. وايه اللي جاب الكلام ده للبزنس؟ قعدت ابحث لان انا كنت كل ما اسال دكتور كان يقول لي هو ده اللي مفروض عليك، هو ده المقرر، ما كانش في حد بيديني اجابه تخليني قادره اكمل. اللي كان بيخليني قادره اكمل في المشوار ده ان انا عايزه ابقى شخص ناجح بس كده، ان انا شخص حابب النجاح وبيعشقه، فانا هنجح في اي فيلد مهما كان الزمان مهما كان المكان. The vital link between marketing and psychology. مش هطول انا بس هدي مثال عن كل حاجه. لما عملت سيرش لقيت ان الكونكشن بين الماركتنج والسايكولوجي، السايكولوجي ده دراسه بتستدي السول والمايند بتاع الانسان. Within الماركتنج احنا هنا برضو بنخاطب كاستمرز عشان ناثر عليهم سواء بالمنتج او بالفكره. طب وانا هاثر على
الإنسان اللي قدامي سواء هو كاستمر أو شركة أو حد بعمل معاه ديل إزاي وأنا مش دارسة سلوك وتصرفات الإنسان. هنا ده الربط، لو أنا دارسة سلوك وتصرفات الإنسان هعرف إمتى أتارجت عليه في الحتة الفلانية، هعرف إيه الإيموشنال بانيفيتس، هعرف فين البين بوينتس اللي ابتدي استرس عليها مع أي شركة أو أي كاستمر عشان ياخد المنتج بتاعي. زي هنا مثلا ده شركة عملت ديسكاونت وبدأت إن هي تشتغل على الإيموشنال بانيفيت، فالمبيعات زادت جدا اول ما هم اشتغلوا على البين بوينتس بتاعه الكاستمرز بتاعتهم. What the relation between physics and marketing؟ كلكم طبعا عارفين نيوتنز جرافيتيشنال لو اللي هو F equal G times M times M small over R times R. في معظم الشركات بره في امريكا بيستخدموا اللو ده في الماركتنج، بيستخدموه عن طريق الفور بيز او اللي هو الماركتنج ماكس اللي هو place, promotion and so on. Place, promotion, product and price. طب يستخدموا ده ازاي؟ هم بيثبتوا constant مكان ال M's كلها وال R's وبيخلوا ال variation في ال R's في sorry في ال G وال F. ال G ده اللي بيبقى متحكم فيه المانجرز اللي هم بيعملوا advertisements و road shows وبيقدروا هنا يحددوا نسبة المبيعات، فبالتالي بيأثر على ال F اللي هو ال effectiveness change. ده ممكن يبقى مثال صغير جدا عن الريليشن بين الفيزيكس والماركتينج، بين الاسترونومي والماركتينج. المجال واسع جدا، انا بس بحاول ادي ملخص. طب what the relation between بقى psychology and economics؟ زي ما قلت في الاول السايكولوجي بتستدي الهيومن mind and soul، while the economics to study how the human behave in the market. في دول دلوقتي حوالين العالم بيعرفوا صفات الشعب من الاقتصاد بتاعه، نسب مثلا الانفليشن حصل ليه، انا مثلا نسبه الناس دي مثلا البلد دي بتشتري مثلا بتستورد رز بنسبه قد كده، بيشتروا مواد كهربائيه، يبقى دول مثلا دوله مش منتجه، دول دوله مستهلكه. فبقدر من خلال الستاتستكس والنسب الاقتصاديه ان انا اقدر احدد صفات شعب، او من خلالها برضو اقدر زي ما بيقولوا اثر على الشعب ده من خلال الاقتصاد. في كوت بحبها جدا برضو كان ساعة كورس تنمية بشرية باخدها، وهي Don't work for money, makes it work for you. ما تشتغلش عشان الفلوس، بس انت اعمل كل اللي عليك لحد ما الفلوس تيجي لحد عندك. المقولة دي لكاتب اسمه روبرت كيازاكي، والكتاب اسمه Poor Dad, Rich Dad. الكتاب ده من احسن الكتب اللي قريتها في حياتي. ومن هنا بقى بدأت الدنيا تتغير، بعد ما كنت طالعة من ثانوية عامة باكتئاب رهيب ان انا مش داخلة الكلية اللي انا عاوزاها، عقبال ما اتعودت على السيستم، بان انا الحمد لله رب العالمين سفيرة للثلاث جامعات، عين شمس، كين يونيفرستي، اوشن كونتي كوليدج، من الخمسة الاوائل على مدة السنتين. خدت بريزيدنس اونرز، ودي يعني امتياز مع مرتبة الشرف، بيبقوا الطلبة اللي بيبقوا العشرة الأوائل في جامعتين في أمريكا بياخدوها. عملت حوارين عن الجامعة، حوار في أوشن ماجازينز، وده كان بيتكلم عن إزاي الطالب المصري بيقدر يأدبت مع أي نوع تعليم، وإن إزاي إحنا كمصريين 50-1 كانت نسبة نجاحنا أعلى من الطلاب الأمريكيين اللي هم في نفس المرحلة الدراسية. عملت انترفيو تاني في نايل فاميلي، وكنت بالطلعة بتكلم باسم الطلبة اللي أنا سفيرتهم. وقيس بقى على كده حاجات كتير، زي مثلا أن أنا اشتركت في الكيس ستادي اللي بتقدمها الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، والحمد لله أخدت مركز ثالث. الكيس ستادي عامة كانت بتتكلم على انتربرينورشيب وأهمية الريادة في مصر، وإزاي يعني نزرع الرياده، او ان احنا نخلي الرياده حاجه اساسيه من المواد التعليميه سواء في المرحله الجامعيه او في المرحله يعني اللي هو المدرسيه بقى ثانوي واعدادي. ده اللي اقدر اقول ان انا هنا كنت بستخدم الباشن. انا ما كانش عندي اهداف واضحه، او ما كانش سوري عندي رؤيه واضحه، انا كان عندي هدف النجاح في اي فيلد انا عاوزاه، سواء انا هبقى محاسبه، هبقى HR، هبقى PR، انا هنجح في اي فيلد انا فيه، وهو ده الباشن.
الفاشن اللي حركني من نقطة لنقطة. الرؤية ما كانتش واضحة بس كنت بستغل كل فرص تبقى قدامي. ما كنتش في فرصة بتعدي عليا اللي هو like that وخلاص. أي فرصة قدامي كنت بستغلها، سواء نشاط، سواء workshop، سواء courses، يعني موتها نفسي زي ما بيقولوا. والحمد لله بفضل ربنا كل اللي أنا وصلت له في السنتين بس الجامعة، وإن أنا بدرس في جامعتين، مبسوطة بكل حاجة وصلت لها. اكتعب عشان تتعود على التعب، الدنيا مش سهلة خالص، كل تحدي كل نجاح هيبقى في تحدي أصعب منه. أهم حاجة إن أنت تحاول تأوفركم التحدي ده. ربنا خلقك عشان أنت تعمر الكون، فافتكر كويس إن في رسالة معينة ربنا خلقك عشانها، وإن إحنا جنود ربنا في الأرض. فلو أنت عايش عشان تاكل وتشرب، يبقى اسمح لي أنت إنسان مستهلك مش إنسان منتج، ومش بيأد فاليو للمجتمع اللي حواليه. لازم كلنا نأد فاليوز، وده كان من أهم الحاجات اللي أنا بدخل الأنشطة التطوعية عشانها، والأنشطة الطلابية الخيرية اللي من غير ولا مقابل، لأن دايما كنت بشوف إن إحنا كلنا ربنا خلقنا عشان نكمل بعض، وإن كل واحد فينا لازم يساعد الناس اللي حواليه، ولازم لو أنت ربنا أنعم عليك بنعمة أنت كمان تكون قد المسؤولية دي وتدي زي ريتيرن للناس اللي حواليك وللمجتمع. اتعب عشان تتعود على التعب. مرسي.